وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يتواصل العمل بمعبر إرقين الحدودي لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة. وللمزيد ينضم إلينا من معبر إرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. رامي، بعد التحية اطلعنا على آخر التطورات لديك. تحياتي لك ولكل متابعينا من معبر إرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان. ومن خلفي كما تظهر الشاشة الآن استمرار التوافد الحافلات التي تقل المواطنين من الأراضي السودانية، سواء من المصريين والسودانيين ومن أصحاب الجنسيات الأخرى والرعاية الدول الأجنبية التي قامت بالتنسيق مع مصر، أكثر من 50 دولة نتحدث عن تنسيق كبير جدا مع وزارات الخارجية لهذه الدول لإغلاء الرعاية من الأراضي السودانية. هذا المشهد الذي يستمر منذ 3 أيام ولليوم الرابع في استقبال الوافدين من الأراضي السودانية. نتحدث عن جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية المتمثلة في عدد من المؤسسات والجهات والأجهزة، منها وزارة الخارجية التي قامت بإعادة تمركز للسفارة المصرية بالخرطوم، وأيضا التواصل المستمر بين قنصليتي الخرطوم وبور سودان ومكتب القنصل في مدينة وادي حلفة التي تبعد أكثر من 60 كيلومتر من موقع هذا معبر إرقين البري الحدودي. ولو تحدثنا عن هذا المشهد في تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والطبية فور وصول القادمين سواء مصريين وغير من المصريين، تقدم إليهم المساعدات الطبية، المساعدات الإنسانية، الوجبات، وأيضا الهلال الأحمر المصري له دور كبير هنا بتقديم كافة الدعم النفسي والتواصل الأسري مع كافة الأسر الخاصة بالوافدين سواء داخل مصر أو بالسودان أو في الدول الأخرى لمزيد من الإطمئنان حول الوافدين والقادمين. أيضا يتم تقديم عن طريق فرق متحركة من الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري تقديم المساعدات الإنسانية سواء الإسعافات الأولية أو الحالات الحرجة التي تحتاج إلى مساعدات طبية كبيرة ومجهزة، وأيضا حضور كبير لعربات الإسعاف هنا لمزيد من الإسعافات الأولية وأيضا إنقاذ الحالات الحرجة أو غير ذلك من الحالات التي تحتاج إلى مساعدات كبيرة ونقل سريع للوافدين. ولو تحدثنا عن التسهيلات الأخرى وزيادة في الأطقم الطبية وأيضا زيادة في الأطقم الإدارية من قبل وزارة النقل وأيضا هيئة الموانئ البرية والجفة، قامت بزيادة عدد الأطقم لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأراضي المصرية سواء بالأوراق وأوراق التوثيق والتأشيرات وغيرها من التسهيلات لمزيد من استقبال أعداد كبيرة وربما تتجاوز خلال الأيام المقبلة والساعات القليلة 16,000 من الوافدين ومنهم 14,000 من السودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى. نتحدث عن استمرار فتح المعبر على مدار اليوم ولا يغلق حتى إذا أغلقت الأبواب أو أغلق المعابر من قبل الدولة السودانية، لكن تستمر الدولة المصرية في استقبال جميع الوافدين والأبواب مفتوحة لهم ليكون معبر إرقين البري وأيضا معبر قسطل من البوابات الرئيسية التي تفتح الأذرع والدولة المصرية تستقبل كافة الوافدين والقادمين على أتم الاستعداد لاستقبالهم وتقديم كافة المساعدات. هذا هو المشهد الإنساني بدرجة كبيرة وبدرجة أولى هنا من معبر إرقين البري. عودة لكم مرة أخرى من معبر إرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من هناك، أشكرك جزيل الشكر.